وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخرج لنا خيرا منها. توفي الشيخ سي محمد السعيد الجردي في ذمة الله تبارك وتعالى في هذه الليلة السابقة، وكان السبب كما يقال هو هذا الوباء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون له شهادة، أن يجعله له شهادة، والشهادة درجة عالية عند الله سبحانه وتعالى يختص بها من يشاء. هذا الشيخ عاش لله سبحانه وتعالى وقضى حياته في الدعوة وفي تعليم الناس وفي الموعظة الحسنة، وكم تخرج على يديه من فقهاء ومن طلبة علم ومن دعاة إلى الله سبحانه وتعالى في هذا البلد السعيد وفي غيره من البلدان، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا وبارك في دعوته، وأخلف الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة وللناس في هذا البلد، أخلف الله لهم من ينوب عنه ومن يأخذ عنه هذا المصباح، لأن العالم إذا مات كأنه انطفأ مصباح من المصابيح كان يضيء على الناس. وجاء في الحديث النبوي أن الله سبحانه وتعالى لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقيد للأمة من يخلف هذا العالم الجليل ومن يقوم مقامه، وأن يخلف علماء وليس واحدا فقط وإنما عددا إن شاء الله، لأن الأمة في حاجة ماسة إلى من يهديها وإلى من يرشدها إلى طريق الله المستقيم. ونسأل الله تبارك وتعالى للمحبين الذين أحبوا هذا الشيخ والذين كانوا يجلسون في مجالسه العلمية أن يأجرهم الله سبحانه وتعالى في مصيبتهم ويخلف لهم خيرا منها. اللهم يا ربنا يا إلهنا يا مولانا يا من يرانا ويسمعنا، اللهم إنا سي محمد الجردي في ذمتك، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله يا ربنا دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعده من النار ومن فتنة القبر. اللهم نور عليه قبره مد بصره، اللهم واجعله عليه روضة من رياض الجنة، اللهم ومتعه في برزخه إلى يوم يبعثون، اللهم وأدخله الجنة وأجره من النار. آمين. اللهم يا ربي وعوض لأهله بصبرهم عنه وبمحبتهم له صبرا عليه وصبرا على هذه المصيبة التي نزلت بهم، فإن أكبر المصائب مصيبة الموت. اللهم توفنا مسلمين، اللهم اختم علينا وعليكم جميعا بالإيمان واليقين، اللهم اجعل خير كلامنا من الدنيا وآخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى ربنا وبها يجيرنا الله تعالى من النار ويدخلنا الجنة. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واختم لنا ولكم بالإيمان واليقين يا خير الوارثين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.